السلام عليكم ورحمه الله، واش احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وتكونوا متهنيين. مرحبا بكم كامل. اليوم رايحين نخدموا مشروع بحري، مشروع خاص بالبحر. بهذا السكاي ميترا راح تخرج لنا 4 قطار، راح نديروا فيها، نديروا منها طابي، نديروا منها بوشات، نديروا بوشات صغيره، ونديروا كابا يعني تكون كبيره اللي ترفد لنا كاع صوالحنا. هنا عندي سكاي البنات، نبدا لكم بالسكاي. عندي سكاي يدير 35 الف المتر، هذا السكاي اللي يديروا به كورطابلات ولا يديروا به الساكدو تاع الاولاد. هذا يجي هكذا يمنا من برا يجي باش، ومن داخل يجي هكذا البنات، ما يفوتش الماء كما راكم تشوفوا. قلت لكم هذا يدير 35 الف للمتر. اختاروا الالوان تكون صيفيه كما هكذا البنات، الوان تكون كما قلت لكم، الوان تكون صيفيه. عندي لهنا هذا، عندي هاد الحاشية، هذه تتباع عند اللي يبيعوا سكاي، ولا تتباع عند اللي يبيعوا لوازم الخياطة. هذه دير 10 آلاف للبوبينة. فالميتور تاع الميترا كما راكم تشوفوا، هذا يتباع بالميترا، الميترا دير 2000 فرنك. وعندي السحاب نتاعهم جاي في النوار على حساب لي فالميتور كما راكم تشوفوا. دوك البنات انا نروح نفصل السكاي تاعي ونرجع ونعطيكم القياسات. نبدا لهنا بالطابي. العرض تاع الطابي تاعنا درت فيه 60 سنتيم، درنا فيه 60 سنتيم. الطول تاعو البنات، الطول فيه متر، هنا قطعت متر كيما راكم تشوفوا. راح نطويها هكذا على 2 كيما راكم تشوفوا، المتر تاعنا طويتها على 2، ونزيد نطويها هكذا على 4. هنا بعد ما طوينا هذوك الكوا كيما راكم تشوفوا، هنا الكوا تاعنا في 4، نجيب اي حاجه الشكل تاعها دائري هكذا، ونرسم هكذا البنات، ونحي هذا الزائد هذا، بعد ما حرفنا هاد ليكوا كيما شفتوهم حرفناهم. دوك واش راح نديرو؟ نجيب هاد الحاشيه ولا هاد السفيفه كيما قلت لكم، هذه جايه قماش البنات كيما راكم تشوفوا فيها، يعني ما تستنصرش. هذه راح نغلف بها الحاشيه تاع الطابي تاعنا كامل، باش يغطي لنا الحاشيه، يعطينا الشكل تاعو شباب. بهذا الطريقه ندور معاه كامل، نغلف الطابي تاعي بهاد السفيفه ونرجع لكم. وهذا هو الطابي تاعنا بعد ما غلفنا الحاشيه تاعو كامل بهذيك السفيفه. شوفوا كيفاش رايح يخرج، الشكل تاعو يجي هايل كما راكم تشوفوا. دوك راح نخدم معاكم الكابه الكبيره. خدمنا الطابي، راح نخدموا الكابه الكبيره، ومن بعد يعني راح نشوفوهم كامل جاهزين. هنا الكابه الكبيره البنات، العرض تاعها، وراح نخليكم القياسات في اسفل الفيديو كما راكم تشوفوا. راح ندير فيها انا 57، هذا العرض تاع الكعبه، والارتفاع، الارتفاع تاعها درت فيها 52 سنتيم. عندي لهنا هذه السفيفه، السفيفه هذه تجي صحيحه، هذه اللي يخدموها في الكابات. تشري الحب، تحبي تشري بالبوبينه، البوبينه تاعها راهي دير 55 الف، ولا تشري بالمتر، المتر راهي دير 3000 للمتر. هذه هنا عندي زوج كيما راكم تشوفوا، هذا راح نديروهم اليدين. عندي زوج، الطول تاع الشريط الواحد فيه متر و70 سنتيم، فيه متر و70 سنتيم. عندي لهنا السلسله، السلسله البنات فيها الطول تاعها فيها 53 سنتيم، السلسله فيها 53 سنتيم. نحتاج زوج قطع كيما هكذا البنات، الطول تاعهم، العرض تاعهم، عفوا العرض تاعهم راح يكون على حساب السلسله، والطول تاعهم فيهم 5 سنتيم، فيهم 5 سنتيم. كيفاش رايحين نخيطوا؟ اول حاجه راح نخيطوا،
نديروا هذا القطع نطويهم بهذه الطريقه، شوفوا، ونجيب السنسله نحطها هنا ونعاود نغلق عليها هكذا ونروح نخيطها. ومن بعد الجهه الثانيه راح نركب السحاب، نركب السحاب، ومن بعد راح نزيد نخيطها بنفس الطريقه، نخدم نفس الطريقه هنايا. بعد ما نكون ركبت السحاب دوكا نفوت عليها هكذا بالخياطه ونرجع لكم. بعد ما خيطت هذا القطاع كما راكم تشوفوا في السلسله كيفاش خرجناهم، هنا ركبنا السحاب، دوكا رايحه نطوي السلسله تاعي هكذا باش نحدد المنتصف، نحدد المنتصف منا ونحددو منا كما راكم تشوفوا، هذا هو المنتصف تاع السحاب. ورايحه نزيد نحكم القطعه تاعي من جهه العرض، نحدد المنتصف تاعها، بعد ما خيطنا السلسله شوفوا كيفاش راح تجينا، ما من الجهه الثانيه راح تخرج كيما هذه. دوك رايحين نركبوا اليدين، كيفاش رايحين نحسبوا باش نركبوا اليدين؟ نحسبوا منا البنات، شوفوا نحسبوا منا 15 سنتيم، نعينوا نقطه هكذا 15 سنتيم باش يجينا كامل، اللي يجينا اليد تجينا خط مستقيم، نعينوا نقطه ومن بعد نحطوا اليد تاعنا بهذه الطريقه هنا ونعيننا، ومن بعد نفوت عليها هكذا بالخياطه. هنا رايحين نهبطوا بعشرة سنتيم، يعني من 10 حتى 11 سنتيم هكذا. الخياطه راح تكون هنا، الخياطه راح تكون هنا، حنخيطوها هكذا شكل مربع ولا لك الاختيار. ومن بعد راح نخيطها هكذا البنات ونزيد ندور معها هكذا، خيطها على الجهتين وراح نزيدو نخدمو هنا السفيفة تاعنا. شوفوا كيفاش نوريلكم كيفاش، يعني كيفاش رايحين نثبتوها. هنا حطيناها رايحين نخيطوها، البداية تاعها راح تبدا منا، شوفوا وندوروها هكذا البنات كما راكم تشوفوا، هذه هي اليد تاعنا، ونزيدو نخيطو هكذا، نزيدو نرجعوها بهذه الطريقة. والقياسات رايحين ندو القياسات كيما الجهة هذه، رايحين نديروها في هذه الجهة. دوكا انا البنات نروح نخيطها، نعاود نقلب الكابة تاعنا الوجه مقابل الوجه ونخيطها ونرجع لكم. وهذه هي الكابة تاعنا بعد ما كملناها، شوفوا كيفاش خرجت، جات كبيرة ما شاء الله وترفد. شوفوا هنا الحاشية كيفاش خدمناهم. هنا القاعدة، الفيديو المقطع تاع القاعدة البنات تحذف لي هنا، تحكموا هذوك ليكوا كيما عودتكم، يعني تخدموا هذاك المثلث تحسبيه 13 سنتيم هكذا وتقطعي وتعاودي تخيطي، ومن بعد راح ديري تغلفي الخياطه تاعك، تغلفيها بهذيك الحاشيه كما قلت لكم، الحاشيه اللي غلفنا بها هذا الطابي. شوفوا الطابي تاعنا كيفاش خرج، يعني الكاباجات كبيره ما شاء الله، والطابي تاعنا شوفوا كي ثاني كيفاش خرج. الالوان هنا ثاني ما شاء الله قلت لكم الوان صيفيه كما راكم تشوفوا. هنا ثاني درنا هاد البوشات ثاني، جات كبيره خرجت ما شاء الله كيما على بالكم، يعني نرفدو بزاف صوالح هكذا باش يجينا السيري كامل متناسق كامل كيف كيف. هنا اللي حابه تدي القياسات تاع هاد البوشات راح نخليها لكم، القياسات راح نخليها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف وفي اول تعليق مثبت. شوفوا الكابا تاعنا ولا البوشات تاعنا من الداخل غلفناها كيما غلفنا الكابا. هنا هاد القطعه هذه قطعة صغيرة البنات حبيت نستغلها ودرتها كما راكم تشوفوا، درناها تحطوا فيها زيوت، تحطي فيها بومادات تاع وقية الشمس، تحطي فيها مثلا نواظر، يعني حاجة بزاف شابة. بميترة تاع سكاي راح تخرج لك اربع قطع كما شفتوا. ودرت بهذا النوعيه ثاني تاع سكاي كيما راكم تشوفوا، خرج بزاف شباب. هذا النوع تاع سكاي كلاسي، هذا جاي كلاسي. شوفوا على الحاشيه البنات كيفاش خرجت الكاباجات كبيره ما شاء الله، يعني نفس القياس بمترا تاع سكاي
درت كعبه، درنا بوشات ودرنا طابي، راح نشوفوهم، راح نوريهم لكم البنات وتشوفوهم كيفاش خرجوا. هذا الطابي، شوفوا الطابي كيفاش خرج، كبير يعني نفس القياس كما قلت لكم، متر على 60 سنتيم. مي هذا السكاي هذا جاي خشين على هذاك السكاي اللي خدمته معاكم كما شفتوا، هذا قلت لكم جاي كلاسي وجاي خشين. هذا الطابي، وهذه البوشات، ودرت بوشات صغيره نفس القياس تاع البوشات اللي فاتت البنات. شوفوا ثاني خرجوا بزاف شابين. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم نال اعجابكم البنات. نرجعوا لسعر البيع تاع هذا السيري. هذا انت على حساب سكاي، اذا شريتي يعني سكاي كيما هذا ب 40000 راح تحسبي سيري كيما هكذا تحسبي حتى 150000. واذا خدمتيه بالسكاي العادي راح تحسبي حتى 120000. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم نال اعجابكم، ان شاء الله استفدتوا معايا. نقول لكم الى عجبكم الفيديو ما تبخلوناش بلايكاتكم، بارطاجيو الفيديو مع احبابكم، مع ناسكم، وتهلاو في رواحكم. نتلاقاو في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.